هكذا تتواصل انطلاقات أشواطنا مشاهدين العزاء وتستمر بالأثارة وبهذه التحديات وبهذه الانطلاقات الرائعة على أرضية ميدان المرموم أحد فروع تحفة الميادين ميدان دستور الذي احتضن اليوم هذه الأسماء وهذه الشعارات في سن الحقائق الذي انطلقت بالمتعة انطلقت بالناموس والتحديات. انطلق الشوط 19 الخاص بالإبكار الحقائق وتتقدم الخزن المشاركات سعيد بن مطر بن محمد الرميثي قادت مساري هذا الشوط لتها ولاحقتها بالمركز الثاني وصلت هناك الشاهينية لغانم بن سالم بن سيف الجنوبي الذي انطلقت في هذه اللحظات بينما المركز الثالث وصل بن كراز هناك من يقدم العاصمة أو سعيد بن محمد بن كراز المهيري قدم العاصمة. أما المركز الرابع تحركت ووصلت مثيرة مبارك بن محمد بن مسفر بالقوبة على المركز الرابع. الأربع المراكز الأولى يا سلام يا سلام يا هذه الأسماء وهذه الشعارات. الشوط يحمل التحديات ويحمل الكثير عبر شاشة دبي ريسنج. لا زالت اللي في المركز الأول لا زالت اللي مسيطرة العاصمة سعيد بن محمد بن كراز المهيري بدأت تنفرد عن البكار بدأت تنفرد وتقدمهن وتباعد بينها وبين بقية المراكز بينما المركز الثاني وصلت وتقدمت هنا تشريف مبارك بن سلطان بن قران المنصوري مع تشريف ولكن هناك أيضا التواجد في هذه اللحظة من الشاهينية غانم بن سالم بن سيف الذي انطلقت على المركز الثالث المركز الرابع. شوف الأسماء في المركز الرابع قدوم في هذه اللحظات ووصول من قبل سرابة ظافر بن هادي بن ناصر الحبابي ولكن أعود هناك مع شعار بن مرخان من الجانب الآخر ولكن يعود إلى المركز الأول وقدوم ووصول من قبل مرموق سعيد بن سلطان بن مرخان الكتبي ولكن بن كراز لازال مقدم العاصمة سعيد بن محمد بن كراز المهيري مسيطر ولكن هنا سرابة ظافر بن هادي بن ناصر الحبابي ولكن قادم بالسعودي في الأمتار الأخيرة تبدلت الأمور وغيرت ملوح مطر بن علي بالسعودي الكتبي غيرت إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الانطلاق الأول. المركز الثاني اللي فيه سرابة لظافر بن هادي الحبابي ولكن خلاص ملوح انطلقت بالمركز الأول ملوح ثاني إلى مطر بن علي بالسعودي المركز الثاني. وصلت في المركز الثاني سرابة لظافر بن هادي بن ناصر الحبابي والمركز الثالث مرموقة سعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان والمركز الرابع اللي وصلت في المركز الرابع مشاهدي العزاء ياسر سعيد بن محمد بن مبارك بن سلطان الكتبي. هكذا أعود إلى التوقيت الزمني مشاهدين العزاء لمساري هذا الشوط. هكذا كان هذا الشوط وتحدياته ولكن الأمتار الأخيرة الذي حسمت فيها ملوح الأمور مطر بن علي بالسعودي الكتبي 3:12 12 جزء من الثانية تهانينا وناموس بينما المركز الثاني اللي وصلت فيه السرابة ظافر بن هادي بن ناصر الحبابي قطعت المسافة. بنشوف مخرجنا المركز الثاني 3:23 جزء من الثانية بينما قدمت أداء جميل مرموقة سعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان حيث قدم التوقيت زمني 3:03 ثلاث أجزاء من الثانية. شكرا يصير شنابلة على هذا التدقيق والمتابعة الجميلة عبر شاشة دبي ريسنج. بل شكرا لكل طاقم دبي ريسنج في هذه الانطلاقات.